يتجدد والانطلاق لشوطنا السادس من ضمن هذه الانطلاقات للأبكار المهجنات الأصايل لسن الإذاعة لأصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق والنجاح لهذه الانطلاقة والمسار. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. مجاهدين الكرام، من تسيطر بمقدمة الشوط وبالمركز الأول في هذا الانطلاق والمسار؟ هنا مجاهدين الكرام، أرى اللي الفائز لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الأخير المميز، يتابع انطلاق الفائزة من تحتل صدارة المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني مجاهدين الكرام مشكور يا سعيد محفوظ بخميس هالي نيبي، يتابع انطلاق هاملولة مع المقدمة. يا سلام، تبي الفوز، تبي الناموس، تبي الانتصار. هاي امامكم مشاهدينا الكرام، وتضيف النقطة الثانية في هذا المساء الزعيم محفوظ بن خميس هالي نيبي، غادرة هملولة بحفظ من الله ورعايته. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وإلى محفوظ بن خميس هالي نيبي. لحظات الوصول معلنة الفوز، معلنة الناموس، معلنة النصر والانتصار في هذا الشوط. المركز الثاني صداع من هجن الرئاسة هاي المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، هملولة في ثالث المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان تهاني محفوظ بخميس لنيبي. المركز الرابع الفائز من هجن الرياسة. المركز الخامس ريما لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر سيدة القنوات الرياضية الناقلة والتابعة لهذا الحدث، وفي انتظار من مخرجنا إعادة شوطنا السادس للأبكار المهجنات الإذاعة بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الكرام، في انتظار المركز الاول اللي هي هاملوله اللي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. تهانينا والناموس وتهانينا المحفوظ بن خميس النيبي. شكرا للمخرج. هاي امامكم الاعاده، هو امامكم وصول هاملوله الى خط النهايه، قاطعه المسافه في الزمن وقدره 9 دقائق 14 ثانيه 6 من الاجزاء. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والى محفوظ بن خميس النيبي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من حلته في ثاني المراكز صدى لهجن الرئاسه، هانين للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري 9 دقائق 16 ثانيه 4 من الاجزاء. هانين والناموس. اما من حلت في ثالث المراكز هاملوله اسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيان تهاني محفوظ بن خميس النيبي 9 دقائق 20 ثانيه 4 من الاجزاء. هانين